السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. فيديونا نهار اليوم كيف تتشوفوا غادي نخدموا على ثوب. كيف باين لكم أنا حاطة أن ديباردور أفيك أن تي شورت. غادي نخدموا الفكرة اليوم يعني حتى الناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش يصبغوا ما كيعرفوش يخدموا غادي يخدموا هاد لا تكنيك هذا. تيقوني ساهلة بزاف بزاف ولكن النتيجة ديالتها روعة. يعني ما تمشيو فين بقاو معايا حتى لآخر لا فيديو باش غادي تشوفوا هاد التقنية والصباغة اللي حنايا غادي نخدموا بها واللي ما غاديش نحتاجوا ليها البانسو. دونك ما تزابيوش بقاو معايا حتى الاخر وما تنساوش تخليوا ليا الراي ديالكم في التعاليق. دونك بالنسبه لهذا الاتولي هذا اللي غادي نحتاجوا ليه الصباغه اللي دويت لكم عليها هي هذه افي ماربر لا افي مرمرلين. هنايا بالتركيه كيعطينا الافي ديال المغبر. دونك هو نورمالمون فيه 4 كولور مي حاليا عندنا كو 3 كولور. كاين لو بلون وكاين لو نوار وكاين لو دوري. الطريقه سهله بزاف. حاجه اللي خاصكم ديروا الفو بيان بروتيجي لو بلون دو طرافاي ديالكم لان هويا لو برودوي فيما تحط راه ما كيتزولش. يعني خاصكم تنتبهوا لهاد القضيه هادي باش ما توسخوش شي حويجه ولا الطبله ديالكم اللي غادي تخدموا عليها. دونك اول حاجه غادي نبدا غادي نلاحظ هنايا الالوان كيف قلت لكم سواء كتقراو لا كولور هنايا لتحت سواء كتشوفوا من المغلقه وحده من الجوج دونك ما كنرشوش بحال السبراي اللي هي اللي كناخذو كنبداو كنرشو هكا لا سواء كترش من اللي من اليسار سواء من اليسار اللي من هكايا. سمحوا لي على بالي كنصور ولكن ما عرفتش ما حسيتش بلا كام ملي حبسات التصوير. دونك معليش غادي نعاود معكم واحد اخر كيف قلنا الكحل غادي نديرو بلون واحد اخر. دونك دابا خلينا ندوزو نشوفو التيشيرت الكحل اشنو اللون اللي غادي نخدمو فيه. هنايا فوق من هذا درنا هنايا الكحل مي ممكن نزيدو غادي نخلطو جوج الالوان حتى ثلاثه الالوان. يعني كيف درنا الكحل ممكن نديرو نزيدو فوق منه الدوغي نقدو نزيدو فوق منه الارجونتي نقدو نكتفيو غير بهذا الكحل هذا هكايا. وحاجه يعني ممكن نديرو اضافات وحدين اخرين غادي نشوفوهم من بعد منين ندوزو هذاك لو تيشيرت كحل. دونك بالنسبه لو تيشيرت نوار انا ما غاديش نعمر لو تيشيرت كامله. شفتوني انا طويته هنايا غادي ندير غير واحد لا بوند في الوسط غطيت هاد البلاصه هادي تغطيو مزيان البلاصه اللي غادي تخدموا فيها. فوالا هكايا هنايا غادي نخدم بال لو جولد الذهبي هو الاول وغادي ندير معها اميرون دو بلون. هنا غندير دو كولور باش تشوفوا بان احنا ممكن نخلطوا جوج ديال الالوان. نحركوا شي شويه صافي غادي نبدا كنرش. كيف قلت لكم ضروري تغطيو الجنابات ديال هذاك لو بلون دو طرافاي اللي نتوما غتخدموا عليه لانه راه فيما تحط غادي يلصق لكم. هما هي بحال الخيوط اللي كيخرجوا من هذا الشاشه هذا. فوالا غادي نكتفي بهذا الشكل هكا غنزيد ان بو دو دوري من الفوق و سي بون. دونك هذا حتى هو غادي نخليه ينشف على هذا الشكل هكا ومن بعد غادي نرجعو باش غادي نشوفو الاضافات. تيقوني بانه راه تيجي المنظر ديالو زوين. غادي من بعد نشرح لكم لي سيبور اللي ممكن نخدمو عليهم هاد لي في ماربر. الوغ بالنسبه للتيشيرت نوار كيف قلت لكم انا درت هنايا غير باندا وحده في الوسط جات على هاد الشكل هكايا. هاد لو ميلونج لي كولور جا رويقي بزاف. الاضافات اللي ممكن غادي نديرو في هاد الحويجات اللي حنا صوبنا الوغ سوا كناخدو دي بوشوار ونجي في هاد الحد ديال الصباغه وندير الصباغه يعني ندير لو دوغي وندير لو بلون كيف خدمت هنايا. سينو ندير غير وريضه بحال دابا الا كان تيشيرت غادي تلبسو يعني بوغ فام ولا ندير غير وريضه هنايا هاد البلاصه هادي دو كولور. نقدر يعني كاين بزاف ديال لي بوشوار اللي ممكن يعني نزيدوهم هادي الا بغينا كاضافات مي سينو غير لو تيشيرت بوحدو بحال هكايا ديجا راه مزيان وزوين.
sinon كاينين عندنا دي ترانسفير انا غنوريهم لكم دي ترانسفير تكستيل كتشوفوا هنايا هنايا عندنا دي ترانسفير تكستيل فيهم بزاف ديال لي تيم نختاروا اي تيم هنايا ونزيدو نلصقوه هنا كاينين عندنا هاد لي تيم اللي كيف كتشوفوا اللي دابا خارجين طوندونس ديال بابغاء وديال مشيشه كيف ما بغيتوا سينو كاين عندنا تيم فلوري حتى هويا ممكن نزيدوه هادو كاضافات الى بغينا نديروهم ما بغيناش نديروهم كيف قلت لكم ديجا هنايا راه هو مزيان بالنسبه لهاد البيض هذا هنا حتى هويا ممكن نديرو فيه شي وريضه هكايا اللي تجي في الوسط كولور هذه الا بغينا سينو عندي واحد لي ترانسفير باش نوريهم لكم كاين عندنا هاد لي ترانسفير كونتور ديجا راني كنت خدمت واحد لا فيديو بهاد لي ترانسفير كونتور تما فيهم بزاف ديال الزواق ممكن نخدموهم في ان تيشيرت اللي هو يكون بيض ونزوقو لهم الداخل ديالهم سينو انا اللي عجبني اشنو اللي غادي ندير خليني نجبد لكم هذا باش تشوفوا فوالا هكايا ناخذ مقص باش غادي نقطع هنايا ماشي ضروري ناخذ هاد لو موتيف كامل ممكن ناخذ فيه ان سيل بارتي نجي انا هنا غادي نقطعو من الوسط ملي تقطعو تاخذوا فيه ربيع تاخذوا كيف ما بغيتو ومنديش انا بدا غادي نقطعو من هنايا من النص عاد بالتالي غادي نشوف واش غادي نعاود نزيد نقطعو ولا نخليه نحيد هذاك الزائد نحيد هاد الطبعه هادي الفوقانية حتى هي دونك هنايا بالنسبه لهاد لو ديباردور البيض دونك الرشمه كيف شفتوني انا قطعتها على جوج غادي نجيبها وغنحطها في هاد الجنب هذا هنايا بحال هكايا المهم نتوما تحطوها في البلاصه اللي بغيتو مي انا عجبني نديرها في هاد البلاصه هادي على الحاشيه نقدر نجيبها لتحت في هاد البلاصه هادي نقدر نديرها المهم نقطع هذيك الرشمه كيف انا كيف ما بغيت غادي نحطها هنا وغادي نجيب ورق الزبده غنحطو فوق من هادي الفاصون منزعزعش الرشمة ديالتي وغادي نبدا كنصلح يعني غادي نجيب المصلوح نكون مسخناتو وغادي نبدا كنصلح المصلوح متكونش فيه لافاتور تاني يكون سيك ونبقى كنصلح بواحد 3 ولا 4 مينيت حتى كنصلح مزيان نحس بأن الرشمة ديالتي راه هي نشفات وديك الساعة كنزول القاعد الفوقاني الوغ ملي كنصلحو يعني واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق كنخليو هذا كنحسو بالقريط راه برد شي شويه وكنجيو باش غادي نهزو القريط ديالنا انا هنا بديت فيه نخلي لكم حتى تشوفوا فوالا فوالا ها هي الزواقه كيف جات يعني هذه اضافه ممكن نبقاو هنايا في لي طون طون سيغ طون يعني درنا لي في مارف هو الاول درناه لون واحد جينا خدينا الزواقه بامكاني كندير الزواقه كاملها ولكن غادي تجي كبيره على على لو ديباردور انا هنايا عندي ان ديباردور ديال 9 10 يعني ما كانش ممكن انني ندير رشمه كبيره قسمتها يعني كان ممكن نقسمها يا ربيع هكايا وندير غير شي قنيات هذه كلها كتبقى كيف قلت اضافات كتملح لينا الحاجه دونك هنايا حتى لاخر لحظه ونقدو نهزو لي باردور ولا تيشيرت ولا صايا ولا ساك ولا اللي كان وممكن نبدلو المنظر ديالو ونخرجوه ونلبسوه على شحال من مره في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الرابط ديال كومشاك مهرجان الدولي ديال القفطان وكنت صوبت واحد القفطان كاملو هو بالكحل ودرتو بالبيض جا راقي بزاف دونك كيف قلت لكم هنايا نخدمو بهاد لي فيمار بغي نخدموه في اي حاجه دونك كتبقى شي حاجه ديالتنا حنا مميزه حتى حد ما لابس بحالها دونك هذا بالنسبه للديباردور البيض غادي نشوف الديباردور التيشيرت الكحل واش غادي نديرو فيه حتى هو شي اضافه ولا نقدو نخليوه هكاك دونك نتوما بالنسبه لكم ديروا لون واحد ديروا جوج الالوان ثلاثه الالوان على حسب لو فون ديال التيشيرت اللي غادي تخدموا به دونك هنايا بالنسبه لهاد التيشيرت نوار وليت فكرت وعجبني ندير هذا الراس ديال النمر هنايا الوغ لو بوشوار ديالنا تنديروا له لي لاكو سبراي باش كنشبروه مي سانون باش انا هنايا نخاف يخرج ليا غادي نزيد واحد شويه ديال السكوتش هنايا
وهنايا عندنا بزاف ديال الاضافات ثاني التصبيغ اللي ممكن نخدمه، سواء كنخدم بلا بات فاشن لو غري، سواء كنخدم ب دورا تكستيل اللي كتجي بريون، نخدم بستيل مات. المهم باش ما عجبني انا هنايا غادي ناخذ شويه ديال ستيل مات في البيض، ماشي اسمحوا لي دورا تكستيل في البيض، هي باش غادي نخدم هنايا. دونك انا درت النص، يعني هاد الراس النمر جبتها في النص، يعني النص غيدخل لي فوق من الزواق والنص غادي يجي فوق من لو تيشيرت. مبغيتش انا يجيني اللون موحد، غادي نعاود نزيد شويه ديال دورا غلاس دورا تكستيل حتى نجي على دورا غلاس باش يجيني لا كولور تجيني مواغي، يعني دورا تكستيل نخدموها بالبانسو ولا نخدموها بسباتول باش ما بغينا. هاد لاباط ممكن ندخل هاد لا كولور ديجا هي عندي هنايا في السفران، الا بغيت ندخل البرونز، مي انا بغيت ان كولور بوغ اكليرسيغ الرشمة ديالتي. كنبقى كنهز شوية من لاباط فاشن وغنهز شوية من دورا تكستيل. دونك هنايا هذه هي الاضافه اللي انا درت بالنسبه للتيشيرت نوار. كيف قلت لكم ماشي كلشي تيبقى غير اضافات نديروهم ولا ما نديروهمش. الو هنايا خليني نوري لكم هاد لي 3 موديل ديجا ديال لي تيشيرت اللي حنايا خدمنا. دونك هنا في هاد لو روز هذا باسكو سي ان دي بار دو روز خدمت فيه بالكحل او لو دوري او لو بلون، وجيت هنايا في الجنيب ودرت له هاد لو ترانسفير هكايا ديجا في هاد لو دونتيل هنايا. دونك جا شيك ورويقي. دونك هذا الاولاني، لو دوزيام درنا فيه هنايا لو ترانسفير طون سيغ طون. دونك درنا خدمنا بلو نوار سبراي في لو نوار و خدمنا بلو ترانسفير كونتور. دونك هذا هو باش خدمنا بلو ترانسفير كونتور. فوالا خليوني نوريكم لو تيشيرت الثالث. دونك لو تيشيرت الثالث هنايا خدمنا دو كولور، خدمت هنايا بالجولد وخدمت بالبيض، وجيت لهنايا لهذا الراس ديال النمر خدمته بلا بات فاشن، درت ان ميلونج ديال لا بات فاشن في لو غري ودرت معها دورا تكستيل في لو بلون. بغيتوش يجيني زعما الراس في لون واحد، هنايا ما تيبانش، يعني نورمالمون سي دوماج التصوير ما كيعطيش الحاجه الحق ديالها، مي تيقولي بانها طلعوا زوينين بزاف. دونك حنا باش غادي نفيكسيو هاد السبايغ هادو ضروري لينا ما ندوزو عليهم المصلوح، اي حاجه ديال التوب ضروري بالمصلوح باش كتفيكس لينا. دونك في الاخر ديال الفيديو غادي نخلي لكم واحد المقتطف صغير وور ديال واحد ديال القفطه اللي دويت لكم عليه، تشوفوا كيفاش جا وكلك موديل، ومن بعد لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نديرو تقنيه واحده اخرى. في دابا حنا خدمنا على التكستيل، مي غادي نخدموه على حاجه واحده اخرى. دونك ما بقى الا نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد وفكره جديده. تبقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الوغ كيف قلت لكم بما ان الفوتوغراف مازال ما عطانيش التصاور، دونك انا غادي نبين لكم الخدمه ديال القفطان اللي درت يعني من قريب
دونك هنايا خدمت بليفي مارب، كنت خدمتهم معكم في الطبله مع لا كونسول مع المرايه، وبغيت نبين لكم بان راه هاد الافي مارب راه يلصق حتى على الثوب. دونك هذا هو القفطان اللي خدمت، هادو لي مونش. دونك انا كنحاول نقرب لكم الخدمه دو بري، ولا غادي تشوفوا بان شويه الثوب تيبرق حتى هويا واحد الصباغه اللي انا رشيت بها. دونك خدمت هنايا بليفي مارب وخدمت بتشيكيغيلت ديك الصباغه اللي عندنا سبراي اللي فيها دو كولور خدمت بها. دونك لي مونش زدت فيهم هنايا الدونتيل، دونك لان بصراحه لو فوتوغراف يعني ما بينش لي ديتاي ديال الخدمه. بالنسبه للقدام زدت هنايا الريش، دونك هو راه كله بلي في مارب بالصباغه، وزدت الريش ودرت معاه التنبات، درت هاد الحجيرات هادو ديال التنبات. الريش هو طبيعي يعني راه درتو انا بنت وذكر اللي ممكن يتزولوا باش يتصبن في حاله ما بغينا نصبنوه، وممكن نرجعوهم الا بغينا نرجعوهم.